أحسن الله إليكم. يقول: أنتقل بين مكة وجدة والطائف على فترات أسبوعية أو شهرية، فكيف تكون صلاتي من بين القصر والجمع؟ نعم. يقول: أنتقل بين مكة وجدة والطائف على فترات أسبوعية أو شهرية، فكيف تكون صلاتي من بين القصر والجمع؟ هذا حسب المسافة، إذا كانت المسافة 80 كيلو فأكثر يجوز لك القصر، وأما إذا كانت المسافة أقل من 80 كيلو فلا. 80 كيلو يعني مسيرة يومين للراحلة. نعم.